في أي موضع من آيات كتاب الله تعالى يبكي الشيطان عند سماعها؟ في أي موضع يبكي الشيطان عند سماعها؟ معروفة بزاف، أكون نقولها لكم نقول يا هذه هي آيات الكرسي؟ لا الصلاة. لا نعم. ها سورة الجن، بقرة، 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 غير بس أخو الحاج الوهران. رب الفلق؟ لا. قل أعوذ برب الناس؟ لا. الفاتحة؟ تفضل. في الآية الأولى التي نزلت من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا. هيا الأضرار، أنت من أحفاد سيدي بن الكبير رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان. أنا نشرح لك، إن أعطيك الكتر. لا. إذا جاء نصر الله والفتح. لا، نزيد نعاونكم، أنا قلبي كبير، ها واش غندير؟ وراني في وهران، وهران عزيز على قلبي، وناس وهران عزيز على قلبي. نعاونكم؟ ألف لام ميم. أيوة. ألف لام ميم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم المؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. لا. السجدة، شكون اللي قال لي السجدة؟ تفضل يا ولد عمي تفضل. هذا خويا هذايا زرق كيفي ما شاء الله. انت منين انت؟ أضرار. اي تبارك الله ما شاء الله، مدينة تقية و...